السلام عليكم. قال مصدر إعلامي من درنة فضل عدم الكشف عن هويته إن مجلس شورى مجاهدي المدينة أحرز تقدما خلال المعارك التي دارت أمس في حي الأربعمية، وسيطر على مواقع عدة أبرزها مبنى حيوي يربط بين منطقة الصلاة والأربعمية. وأوضح المصدر نفسه لقناة ليبيا لكل الأحرار أن المعارك بدأت عندما اقتحم مجلس الشورى مواقع يتمركز فيها عناصر مما يعرف بتنظيم الدولة في حي الأربعمية ومنطقة الصلاة مستخدما المدفعية الثقيلة أثناء الاقتحام. وأشار المصدر إلى أن قصف المدفعية تركز من عدة محاور على مرتفعات الحجاج المطلة على المدينة لمنع عناصر التنظيم من مساندة قواته الموجودة في حي الأربعمية والصلاة حسب قوله. نناقش هذا الخبر مشاهدينا وأبعاده مع ضيوفنا. ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من طرابلس الخبير في الجماعات الإسلامية شكر الحاسي، وعبر الهاتف من درنة مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها محمد المنصوري، ومن طرابلس الخبير العسكري عادل عبد الكافي معنا عبر الهاتف. أبدأ معك سيد المنصوري، كيف تبدو الأوضاع الميدانية على الأرض الآن؟ نعم سيد المنصوري، هل تسمعني؟ طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع سيد المنصوري إلى أن يلتحق بنا. أنتقل إلى سيد الحاسي. سيد الحاسي، كيف تقرأ وتيرة المعارك وسيطرة شورى مجاهدي المدينة على مبنى يقع بين منطقتي الصلاة والأربعمية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أخي الكريم ولضيوفك الكرام ولمشاهديك. حسب ما سمعنا، احنا تمنينا ان الاخ محمد المنصوري يوضح الرؤيه، لكن ما عندنا من معلومات ان بالامس سقط احد الشهداء من مجاهدي درنة، وهناك عدد من الجرحى، لكن هناك ايضا معارك طاحنه، وان منطقه الأربعمية ومنطقه الصلاه هناك كثير من الضغط على هذا التنظيم، وأن الجولة فيه لمجلس شورى المجاهدين. فلكن نحن نقول أن المعركة لازالت في كر وفر، خاصة إذا لم تتم السيطرة على منطقة الفتاح. فأظن أن خروج هؤلاء أفراد هذا التنظيم وعودتهم هي بالأمر السهل وبالأمر الهين ما لم يتم السيطرة الحقيقية على الفتاح. نعم. طيب، أرحب من جديد مشاهدينا بالسيد محمد المنصوري. سيد المنصوري، كنت قد سألتك كيف تبدو الأوضاع الميدانية على الأرض الآن؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. الأوضاع الميدانية في محور الصلاة ومحور الأربعمية تجري على حسب ما يخطط لها بفضل الله. الشباب في تقدم، الآن يتعاملوا مع مواقع التنظيم في محور الأربعمية في داخل عند شركة الكهرباء بالدبابات والمدرعات، ويتم التسلل داخل مواقعهم. تم بفضل الله عز وجل قتل قيادات من التنظيم وأفراد منهم كثيرين، لكن هم يتكتمون عن أسماء ويتكتمون عن قتلاهم، إلا القليل منهم يعترفوا بقتلهم بأهاليهم. ولكن الوضع الميداني على ما يرام، والشباب ما شاء الله مثلهم مرتفعة، وشباب المدينة متطوعين مع شباب مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحية في قتال هذا التنظيم واجتثاثه من منطقة الساحل بالكامل في محاور الأربعمية والصلاة. نعم، واضح. طيب، أنتقل إلى سيد عبد الكافي. سيد عبد الكافي، كيف تقرأ ما تشهده مدينة درنة من تطورات عسكرية؟ نعم، تحية طيبة سيد الكريم ولضيوفك وأيضا مشاهدينكم، وأهني الأمة الليبية بما تحتلول في العاصمة الغاية، ونتمنى يا رب ونسأل الله أن تستقيم حال البلاد وتنقذ في العاصمة الغاية. أما بالنسبة لما يحدث في درنة، نقول دائما أن تنظيم الدولة من أقوى طرق اشتباكي أثناء الهجوم، ولكن حالة الدفاع يعتبر ضعيف جدا. هذا بالنسبة للعمليات العسكرية والتمركزات وأيضا القدرات العسكرية. تنظيم الدولة طبعا لا مهزلة، أولئك
فالسائق بيصفوا في العتاد ولا عدل ولا في عالم الأعراض الأشهر الماضية عندما حدثت العملية العسكرية وانطلق أبناء درنا وبالإضافة القوة المشاركة من قيادة عسكرية ومن المنطقة الشرقية تمت وعجل كلام التنظيم من عدة محاور واستشهدت على أقل العقيد محمد بخير رحمة الله عليه ورحمة الله على كل الطالب. نعم سيد عبد الكافي. نعم طيب عذرا سيد عبد الكافي على المقاطعة، في انتظار إصلاح جودة الصوت معك سيد عبد الكافي لأن الصوت غير واضح، عذرا عن المقاطعة. أنتقل إلى سيد الحاسي. سيد الحاسي، في رأيك هل يأتي انسحاب عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في سياق التكتيك أم أنه فعلا جاء تحت وقع القصف المدفعي الثقيل الذي نفذه مجلس شورى مجاهدي المدينة؟ لا أخي الكريم، لا شك لا يأتي في إطار التكتيك، لأن هذا التنظيم يعني بدأ يتلاشى شيئا فشيئا يعني، لكن ونحن أيضا لا نعرف الأعداد المتواجدة أيضا سواء كانوا في الصلاة أو كانوا في الفتح، والأخبار تأتينا بأن الأعداد ليست بالكثيرة وأن هذا التنظيم بدأ ينتهي لأجل الضغط ولأجل الحرب ولأجل شراسة القتال الذي يبديها شباب المدينة صراحة، ولهذا هذا التنظيم أصبح الآن في خناق ضيق. هذا التنظيم الآن يعني لولا حقيقة لولا مساندة بعض الجهات التي تدعي حرب هذا التنظيم، لولا فتح، لو كان هناك فتح طريق آمن للمساعدات، طريق آمن للذخيرة، طريق آمن للمدرعات لتم القضاء على هذا التنظيم، لكن الحقيقة أن درنا أصبحت اليوم تواجه هذا التنظيم لوحدها، ونحن نقول أن شباب درنا قادرون على هزيمة هذا التنظيم بعون الله تبارك وتعالى، وسيكون في المدد القريبة بإذن الله، لأن ونحن رأينا حتى في المدة السابقة أن حينما كان هناك إعداد خطة للقضاء على هذا التنظيم رأينا كيف أن الطائرات بدأت تضرب هنا وهناك حتى تشتت جهود الشباب وثوار درنا. نعم طيب أعود إلى سيد المنصوري. سيد المنصوري، ما المناطق التي يسيطر عليها مجلس شورى مجاهدي درنا حاليا؟ والله المناطق بفضل الله عز وجل مسيطرة كمركزات التنظيم البارحة، وكان المعارك ما زالت جارية في محاورها، ويتم التعامل معهم بحزم وبقوة، احنا قاعدين سوا الان في ميكانات الاشتباكات نتاعها، فشبابنا بفضل الله عز وجل متقدمين عليهم ونفسيتهم مرتفعه ومعنوياتهم عاليه، فسببنا لهم ارتباك كبير في هجومنا هذا ما كناش نتوقعه فيه، فدخلنا عليه مع كم احنا. نعم سيد المنصوري، طيب ماذا عن تمركزات ما يعرف بتنظيم الدوله في المدينه تحديدا؟ طبعا تمركزات تنظيم الدوله يتمركزون داخل ال 400 الان، فهم في تراجع وانسحاب خلف منطقة الأربعمية. الشباب جاري يعني التعامل مع مواقعهم في مكان مشطوفين، لا يمكن الإفصاح عن الوقت الحالي للوضع الآن، الشباب ما زالوا في داخله، وأي تحركات أو طرق إمداد لهم طرق إمداد محاورهم من الداخل يتم قطعها بالمدرعات والدبابات. نعم طيب سيد المنصوري، الآن أسمع أصوات إطلاق نار بجانبك، ما طبيعة هذه الأصوات أو الاشتباكات حاليا؟ هذه الاشتباكات بين قوات مجلس الشورى مجاهدي درنا وشباب المدينة ضد تنظيم الدولة، ويتم التعامل معهم بحزم في داخل مواقعهم. ما زالت الاشتباكات أنا قلتها مستمرة، وما زالت العمليات مستمرة ضدهم، وبإذن الله نحن عازمين أن العمليات لن تتوقفنش حتى استثاث هذا التنظيم المجرم. نعم واضح. طيب أنتقل إليك سيد عبد الكافي، ما حجم القوة والخطر الذي يشكله ما يعرف بتنظيم الدولة في درنا سيد عبد الكافي؟ بالنسبة لحجم الخطورة التي ربما يشكلها تنظيم الدولة، هي القيام بعمليات تعتبر يعني نطلق عليها عمليات الذئاب المنفردة، بأن يتجه أحد العناصر محمل بعبوات ناسفة أو حزام ناسف أو عملية استخدام
بعض القذائف الصاروخية بعيدة المدى من في أن يتمركز في أحد المواقع ويقوم بعملية القصف. الغرض من هذا العمل هو إحداث خسائر ورعب ما بين الأهالي ما بين المواطنين لمحاولة طبعا خلخلة صفوف القوة التي تدافع عن المدينة والمهاجمة أيضا على مواقع تنظيم الدولة. هذه هي الاحتمالات التي ربما سيقوم بها أو قام بها حتى في السابق، هذه لأن هي من ضمن أساليبهم وأدواتهم التي يستخدمونها في عملية القتال. أما كقوة تتمركز وتحافظ على تمركزاتها ومواقعها لا أتصور أن تنظيم الدولة يمتلك هذه القدرات، نظرا للخسائر التي أشرنا إليها منذ قليل أنه فقد كثير من قدراته العسكرية وأيضا أو عفوا من قدراته القتالية ومن عناصره، أيضا هروب بعض العناصر، وللأسف نقولها بمنتهى الثقة هنالك بعض عناصر تنظيم الدولة تم توفير لها ممرات آمنة من قبل ضعاف النفوس التابعين لما يسمى عملية الكرامة، أتاحت لهم الفرصة الهروب من منطقة الاشتباكات في فتايح إلى أماكن أخرى داخل ليبيا. نعم. طيب في سياق الحديث عن إمكانيات التنظيم في المدينة سيد الحاسي، تنظيم الدولة عانى من إصابات عدد من عناصره في معارك درنة، طالت مؤخرا القيادي المسؤول عن العمليات العسكرية بالتنظيم مفتاح بوفراج، إلى أي مدى تؤثر هذه الضربات على أداء التنظيم في مواجهاته العسكرية؟ هو أخي كريم، الآن التنظيم بشكل يعاني الآن من هزيمة نفسية كبيرة، لأنه تم ضرب كثير من القيادات وضرب كثير من الرموز الذين يمتلكهم التنظيم، لكن كما قلت أن عدم مساعدة درنا وأهالي درنا من قبل الجهات الرسمية وخاصة برلمان طبرق وغيره هو الذي يعني وسع ومد في أمد الحرب وفي إطالة المعركة، وإلا فإن التنظيم نحن نقول لو كانت هناك مساعدات حقيقية لو ترك بين التنظيم وبين ثوار درنا لتم القضاء على هذا التنظيم في فترات أولية، لكن منع الذخيرة ومنع الأسلحة ومنع المعونة وفتح بعض الجهات لهذا التنظيم للتسلل وللدخول والخروج وفتح له طرق آمنة، كل هذه كانت هي أسباب قوة لهذا التنظيم، وإلا فإن ثوار المدينة كانوا يعني منذ فترة قضوا على هذا التنظيم. نعم واضح. طيب سيد المنصوري، وفقا للمعارك الدائرة مع عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، ما أنواع الأسلحة التي يستخدمها التنظيم، وما الحجم الحقيقي لتمركزه في درنة؟ طبعا تنظيم الدولة بفضل الله عز وجل طرد من مدينة درنة في خلال 3 أيام، مما لم يتح له فرصة أخذ عساده وسياراته وكامل قواته، بل كان عنده بعض الأسلحة التي يخبئها في الفتايح هي التي يتعامل بها. فضل الله عز وجل أن أسلحته الشاشات وأسلحة خفيفة، لكن هو يعتمد على التترس بالأماكن مثلا المدنيين في الفتايح، أو يتترس ويعتمد على التفخيخ وتفخيخ الأماكن، لكن بفضل الله عز وجل همة شبابنا قوية وعزيمتهم عالية. الأيام الماضية تم القبض على خلية من حوالي 14 مجرم، تم القبض عليه حوالي 10 أو 11 نفر منهم، والباقي هاربين مع تنظيم الدولة في الفتايح، يريدون يقوموا بعمليات ذات أمن واستقرار المدينة، بل وصل بهم الأمر لاستهداف بعض بيوت الآمنين لكي يثبتوا فشل المجلس في المدينة، لكي يثبتوا أنهم موجودون، ولكن بفضل الله عز وجل وتوفيقه ثم بجهود مجلس شورى مدينة درنة تم القبض على هذه الخلية، وهي جاري التحقيق معه وكشفت جميع خيوط المؤامرة. هذا بالنسبة لداخل المدينة. أما بالنسبة للمعارك، هي زي ما قلت لك أن المعارك ما زالت مستمرة ويتم محاصرة التنظيم وأخذ منهم بعض التمركزات والنقاط التي يتحصن بها. نعم. طيب ما المانع سيد المنصوري حاليا يعني في القضاء على ما يعرف بتنظيم الدولة داخل المدينة،
يعني وإخراجه من المدينة نهائيا؟ هو زي ما قلت لك أنه داخل المدينة لا يتواجد، بل يتواجد في منطقة تسمى منطقة الأربعمية، وهي يعني حديثة العهد أنها بنيت حديثا، ما زالت طرق بناء، ما زالت يتحصن بها، هو تحصنهم داخل البيوت، ويمركزون بعض القناصين وبعض الألغام التي يضع فيها هنا وهناك ويغير في أماكنها باستمرار، لكن مجلس الشورى يفكك كل يوم في هذه الألغام ويفكك في العبوات الناس في متاحهم، وبإذن الله عز وجل نحن مستمرين في هذه المعركة لإزالة هذا التنظيم. نحب ننوه أن هذه المعركة ما يشاركش فيها أي طرف من خارج المدينة باستثناء ثوار البيضاء وثوار طبرق، أما عدا ذلك فلا وجود لأي معونات أو مساعدات من طيران قوات حفتر أو من عملية الكرامة أو الناس السراق اللي تحاول تسرق جهود شباب وأهالي مدينة أو شباب مدينة درنة. فهذا التنويه لابد منه، لأنهم هم في مواقعهم في يتبنون في أعمال شباب المدينة التي يقوموا بها ضد أتباع تنظيم البغدادي. نعم واضح. طيب أنتقل إلى سيد عبد الكافي. سيد عبد الكافي، كنا قد استمعنا لسيد المنصوري وتحدث عن تمركز عناصر التنظيم في حي الأربعمية، وبصفتك خبير عسكري، ما القيمة الاستراتيجية لهذه المنطقة حتى يتمركز فيها عناصر التنظيم؟ نعم، تعتبر هذه المنطقة منطقة مرتفعة، يستطيع من خلالها أيضا هنالك بعض الممرات التي تربطها بمنطقة بدرنة. هذه المنطقة طبعا توفر له بعض الدعم اللوجستي الذي يستطيع الانطلاق منه بإدخال بعض الخلايا أو مثلا محاولة الوصول واستهداف بعض المواقع. عموما طبعا نظرا لما أشار إليه ضيوفك بخصوص القوة المتواجدة في منطقة الفتايح، حقيقة من الأهمية جدا أن يكون هنالك دعم من المنطقة الشرقية، وأنا عبر منبركم الكريم أناشد جميع الوطنيين وجميع الشرفاء في المنطقة الشرقية أن يلتحقوا بإخوانهم لحسم هذه المعركة، أيضا لتقديم يد العون إليهم، ولا أن يكون هنالك موقف سلبي أزاء محاربة ومكافحة الإرهاب الحقيقي في المنطقة الشرقية. فعليهم أن يدعموا أبناء المنطقة الشرقية، القوة المشتركة المتواجدة في الفتايح، بالعتاد، بالأسلحة، بالأفراد. أتصور سيكون هنالك حسم قاطع ونهائي ضد ما تبقى من عناصر تنظيم الدولة. نعم واضح. طيب أنتقل إلى سيد الحاسي. سيد الحاسي، هل تظن أن مجلس شورى المجاهدين سيتمكن من حسم صراعه ضد التنظيم قريبا؟ والله يا أخي كريم، هذا مبني يعني نحن يعني نظن فيهم الكفاءة ونظن فيهم البطولة، لكن يعني صراحة خذلان من يدعون محاربة الإرهاب وهم الذين يسعدهم بقاء الإرهاب. صراحة الطائرات التي تجوب وتضرب المدنيين في درنة وتضرب الأماكن الحيوية هي التي من المفروض أن تكون في عون إخواننا في درنة وثوار درنة القضاء على هذا التنظيم. أيضا المناطق المجاورة أيضا هي أيضا عليها مسؤولية، لأننا هناك نعلم أن هناك ممرات آمنة يجوب هذا التنظيم فيها، يدخل ويخرج دون حسيب ودون رقيب، وبل إننا نسمع أن هناك بيع للأسلحة أيضا في هذه المناطق التي هي تنتمي بالولاء إلى ما يسمى بعملية الكرامة. ولهذا نحن نقول أن درنا اليوم هي التي تدفع في الثمن وحدها، ولكن درنا نقول أنها قادرة والشباب درنا قادرون على أن يهزموا هذا التنظيم بإذن الله دون مساعدة الجيران الذين خذلوها، وسيذكر التاريخ أنهم تخلوا عن درنا في أصعب. نعم وصلت فكرتك سيد الحاسي. أنتقل إلى سيد المنصوري. سيد المنصوري، كم بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوفكم إثر المعارك الأخيرة؟ القتلى بين أمس واليوم نحن عدد قتيلين، وعدد الجرحى حوالي 5 جرحى أو 6، وإصابتهم خفيفة بفضل الله عز وجل.
واغلبهم غادر المستشفى واصاب. هذه بالنسبه للجروح. اما القتلى عندنا قتيلين، قتيل اليوم في الصباح الباكر وقتيل امس، نسال الله يتقبلهم برحمته ويتغمدهم. نعم واضح. طيب سيد المنصوري، جددتم تاكيدكم انكم لا تتبعون اي جهه خارجيه ولا تحملون اي اجندات، على اي خلفيه جاء هذا التوضيح؟ والله هو بالنسبه للتوضيح هذا لكي 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 نغلق الافواه التي تسيء لنا وتمكر بنا وتحاول ترسم صوره علينا اننا لدينا اجندات خارجيه واننا نتبع تنظيمات خارجيه. والشيء هذا دائما يقلق اهل ليبيا ويقلقهم انهم لا يحبون التبعات الخارجيه، فنحن ابنائهم ونحن لا نتبع اي تنظيم ولا انا لله عز وجل ثم لهذا الوطن. اغلبنا معروفين اسما وصوره ومن قبائل هذه المدينه والمناطق المجاوره، فتمت لكي لا ياخذ المشيع صاحب الاشاعات فرصته فينا ونسكت عن قوله الحق، لابد ان نبين للناس ونكرر هذا الكلام حتى يتضح جليا لدى الناس. نعم واضح. طيب انتقل الى سيد عبد الكافي. سيد عبد الكافي، في ظل الحديث الدولي عن توجيه ضربات عسكرية على تنظيم أو ما يعرف بتنظيم الدولة في البلاد، هل تتوقع بوصفك خبير عسكري أن يوجه هذا التحالف الدولي ضربات ضد التنظيم في درنة؟ من الطبيعي أن يوجه هذا التحالف الدولي بعض الضربات الجوية، نظرا أن كان هنالك رصد لبعض المواقع لتنظيم الدولة الأيام الماضية من خلال بعض الطائرات التابعة لبعض الدول الغربية. ومثلما دائما نشير أن هنالك بنك أهداف تم رصده على مدار الأشهر الماضية، وأيضا التكتلات العسكرية التي تغير من تمركزاتها. ربما سنشهد إذا حدث تدخل خارجي سنشهد بعض ضربات جوية لبعظ المواقع إن ظل الحال على ما هو عليه. لذلك أنا أؤكد في بداية حديثي وأؤكدها للمرة الثانية، لابد وبقوة من تدخل الشرفاء والوطنيين في المنطقة الشرقية ودعم أبنائهم في محور الفتايح تحديدا للقضاء على تنظيم الدولة، لأن نحن دائما نؤكد إن علينا أن نواجه إرهابنا، علينا أن نحسم هذه المعركة. نعم. لأن يا سيدي حتى نكون واضحين ودقيقين أكثر، مكافحة الإرهاب عمل يقتضي جيوش كبيرة، قدرات عسكرية كبيرة، إمكانيات استخباراتية كبيرة، وهذه لا نمتلكها في ليبيا الآن في ظل الانقسام العسكري والسياسي، ولكن نستطيع توحيد جهودنا وصفوفنا بالإمكانيات والقدرات التي لدينا ستعطينا نسبة كبيرة جدا من النجاح. نعم واضح سيد عبد الكافي، وعذرا عن المقاطعة حتى لا يضيع الوقت، وأحاول أن أختم الحوار مع سيد الحاسي في أقل من دقيقة. سيد الحاسي، بصفتك خبيرا في الجماعات الإسلامية، حسب المعلومات المتواترة إلى أين تتجه التطورات في درنة؟ أخي الكريم، نقول بإذن الله إن شاء الله هذه التطورات تنتهي وتتجه إلى الحسم بإذن الله، وكان الحسم على مرمى حجر، لكن كما قلنا ضربات الطائرات التي تدخلت والتي شتتت الثوار في المدينة هي التي أخرت هذا النصر. نحن لا نريد منهم أن يمدوا يد العون لإخوانهم ولثوار درنا، نريد منهم أن يكفوا عنهم فقط، لأنهم لو كانوا، نحن اليوم أخي الكريم أصبحنا أمام حقائق، من يدعم الإرهاب ومن يحارب الإرهاب سواء كان في سرت سواء كان في سرت. نعم أشكرك سيد الحاسي، وعذرا عن مقاطعة انتهت حلقة اليوم. وبهذا نصل مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج خبر وبعد. نشكر ضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف من طرابلس الخبير في الجماعات الإسلامية شكر الحاسي، عبر الهاتف أيضا من درنا مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها محمد المنصوري، ومن طرابلس الخبير العسكري عادل عبد الكافي كان معنا أيضا عبر الهاتف. وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، في أمان الله.